المعكرونة الفرفالي بالتونة والفطر تكفي 4 أشخاص. المقادير: 500 غرام معكرونة الفرفالي، 4 ملاعق طعام زبدة، ملعقة طعام زيت زيتون، بصلة مفرومة بشكل ناعم، 125 غرام فطر أبيض مقطعة إلى شرائح رفيعة، 250 ملل أو كوب كريمة سائلة، 450 غرام تونة معلبة مصفاة ومفتتة، ملعقة طعام عصير ليمون، ملعقة طعام بقدونس طازج مفروم، فلفل أبيض حسب الرغبة، وملح حسب الرغبة. طريقة التحضير: نطهو المعكرونة في ماء مملح يغلي حتى تنضج، نصفيها من الماء ثم نعيدها إلى الطنجرة. أثناء طهو المعكرونة نسخن الزبدة وزيت الزيتون في طنجرة كبيرة ونقلب البصل حتى يذبل ويصبح لينا، نضيف الفطر ونطهو حتى يصبح طريا ويتبخر كل السائل، نضيف الكريمة ونغلي المزيج، نخفف النار وندع المزيج يغلي بهدوء حتى تصبح الصلصة أكثر كثافة، نضيف التونة وعصير الليمون مع التحريك بشكل جيد، نضيف الملح والفلفل حسب الرغبة، نضيف الصلصة إلى المعكرونة ونحرك بلطف لتمتزج كافة المكونات معاً.